يشرفني ونورني في الاستوديو الناقد الرياضي الكبير ببوابة أخبار اليوم أستاذ الكبير أستاذ عمر بنوبي وصديقنا العزيز ومن أحد أشطر الصحفيين في هذا المجال. يا أستاذ عمر منورنا ومشرفنا. أهلا وسهلا بك يا كابتن أمير، ويعني سعيد بالتقديم الكبيرة دي لأنها كمان جاية من حد مميز. حبيبي ربنا يخليك يا عمر. ملفات كتير جدا وكلام كتير جدا عايزين نتكلم فيه، خلينا بالتحديد نتكلم عن النادي الاهلي في البدايه وبعد كده نتطرق بقى باستفاضه فيما يخص المنتخب الوطني. النادي الاهلي ومرحله مهمه جدا، مرحله تحضيريه للموسم الجديد هتبتدي يوم السبت المقبل، مدى اهميه هذه المرحله ومدى اهميه كمان المعسكر الخارجي بالنسبه للنادي الاهلي؟ اعتقد ان اكبر مكسب هيحققه النادي الاهلي في الفتره اللي احنا فيها دي مع اضطراب جدول مسابقه الدوري وكمان الكاس وماتش السوبر والكلام ده كله، انه الاهلي هيقدر يعمل معسكر اعداد خارجي ينعزل شويه عن الاجواء المشحونه اللي موجوده هنا في الكره المصريه الفتره اللي فاتت. يمكن اجواء ما تشجعش اصلا على لعب كره القدم. ما تشجعش طبعا، لانه ما فيش انتظام في جدول المسابقه، كل ماتش بمشكله، بنعلن جوله بجوله، فرحانين طبعا بتنظيم امم افريقيا، لكن كنا اتمنى كمان الدوري ينتهي قبل البطوله علشان الفرق كلها تاخد حقها في اعداد لعيبتها والتعاقدات وتنظم ورقها قبل بدايه الموسم الجديد. فاعتقد انه مرحله مهمه للنادي الاهلي، هي مرحله مهمه لما يكون في معسكر اعداد خارجي، تعزل اللعيبه بتاعتك، تبتدي تطبق لو في شغل فني انت عاوز تطبقه ما كانش عندك متسع من الوقت بين الماتشات الفتره اللي فاتت ان انت تعمل ده الفتره اللي جايه، يكون في نوع من هدوء الاعصاب شويه، يكون في نوع من التفاهم. اعتقد ان ضغط المباريات اللي كان كبير وتلاحم الموسم الافريقي كمان بخلاف ضغط بطوله الدوري السنه دي اثر بشكل كبير جدا على النادي الاهلي. النادي الاهلي كان اكبر الخاسرين من الارتباك الكبير اللي موجود عند اتحاد الكوره في تنظيم مسابقه الدوري، وانه لسه احنا ما وصلناش لمرحله دوري المحترفين ولا رابطه الانديه المحترفه، وانه يكون عندنا جدول معروف لمده سنتين قدام على الاقل، فده كان صعب شويه. والنادي الاهلي كان اكتر نادي بيخسر من ده لانه غصب عنه هو اكبر نادي في مصر، مشارك في كل البطولات، بيحاول انه يلبي طموحات جماهيره، وفي نفس الوقت الظروف مش مشجعه على لعب كره القدم ولا اداره كره القدم في الوقت ده. طيب في تصريح مهم قوي النهارده قاله مستر اجيري بخصوص يعني المسابقه، وانت كنت بتتكلم على تنظيم مسابقه الدوري من قبل الاتحاد المصري لكره القدم، النهارده اجيري في المؤتمر الصحفي قال ايه؟ قال ان انا عانيت شويه في تجهيز اللاعبين لبطوله الامم الافريقيه. ليه؟ بسبب ان في بعض اللاعبين انهوا الموسم الكروي في مصر وبعض اللاعبين ما انهوش الموسم، فبالتالي ذهنيا وبدنيا كان في تفاوت ما بين اللاعبين. بتشوف التصريح ده ازاي؟ ممكن ما حدش برز التصريح ده قوي، لكن ده كان موجود النهارده في مؤتمر صحفي مستر اجيري. ده كلام منطقي جدا. هو مدرب برده عنده خبره، فبيتكلم من منطلق انه عنده خمسه لعيبه من نادي، وعنده نادي ده خلص مسابقه الدوري. في نادي زي وادي دجله برضو خلص الدوري، ما عندوش لعيبه دوليين، لو كان عنده لعيبه دوليين كانت هتبقى مشكله برضو كبير بالنسبه للمدرب. بالزبط. اعتقد انه اهم شيء قبل اي بطوله ولاي فريق سواء كان منتخب او نادي انه يعمل اعداد جيد واعداد ذهني وبدني قوي طبعاً. مناسب طبعاً. للبطوله اللي هو داخل عليها قبل ما يبتدي المباريات الرسميه. اعتقد انه الارتباك ده مسؤول عنه اتحاد الكوره ولجنه المسابقات، لكن اجيري طبيعي انه لازم يتعامل مع الموقف. هو قابل المهمه انه يشتغل مدير فني لمنتخب مصر، واتحاد الكوره وضع ثقته في اجيري. اعتقد انه لابد يتعامل مع الموقف. هو طبعا كلامه منطقي وكلامه سليم، وكويس ان هو بيصارح الاعلام وبيصارح الجماهير بالزبط. من قبل البطوله انه انا كان عندي اصلا ارتباك في اعداد اللعيبه، لكن طبعا ده مش استباق لمبرر لاي حاجه، بالعكس المنتخب مرشح للبطوله. إن شاء الله. إن شاء الله. واعتقد انه كمان من اقوى المنتخبات، اقوى لو عددنا اقوى اربع منتخبات في البطوله هيكون منتخب مصر رقم واحد فيها ان شاء الله. طيب بمناسبه منتخب مصر، وخلاص بقى البطوله هتبتدي بعد بكره، واول مباراه مباراه زيمبابوي. قبل ما نتكلم عن هذه المباراه، تقييمك للتجربتين الودياتين لمنتخب مصر سواء امام تنزانيا او غينيا، رؤيتك ليهم ايه؟ انا شايف انه المدير الفني او الجهاز الفني لمنتخب مصر حقق اللي هو عايزه من المباراتين الودياتين، سواء لعب تنزانيا او غينيا قدر انه يجرب مجموعه من اللعيبه، ادى الفرصه لل 23 لاعب اللي في القائمه معاه ان هم يظهروا في الملعب، وانه يديهم حساسيه المباريات، وانه يقيم هو هيلعب مين فين، هيستقر على التشكيل باي صوره. في نقطه اهم من ده كله، ان في بعض اللعيبه هيتغير مراكزها مع المنتخب في بطوله افريقيا، هيتغير زي عمرو ورده. عمرو ورده هيلعب في قلب الملعب، هو اجر
سري ضم عمرو ورده لقائمه المنتخب النهائيه، لانه شايف انه المره دي في الوقت ده مش هيلعب على الاطراف، لان عمرو ورده طول عمره بيلعب على الاطراف وممكن تستفيد بيه هجوميا بشكل كبير، لكن هو هيلعب الناشئين كان بيلعب كصانع العاب بالظبط، وبيلعب لعب صانع العاب، لكن انه يلعبوا في قلب الملعب في وسط الملعب دي هي الجديده على عمرو ورده. واعتقد انه كمان في تفاهم كبير قوي بين عمرو ورده وبين جهاز الفني المنتخب مصر طول الفتره اللي فاتت، فهو كمان من العناصر الاساسيه من اول فتره اجري، وكان موجود في كاس العالم كمان اللي فات، هو لعيب مميز. اتمنى كمان ان هو على مستوى مسيرته مع الانديه يكون عنده نضج وعنده قدره على اختيار النادي، ويبقى عنده قرار في حته انا مكمل فين. يعني بدون ما نخرج بره الموضوع، عمرو ورده السنه اللي فاتت كان بدا الموسم مع باوك اليوناني بدايه قويه جدا، سجل في تصفيات دوري ابطال اوروبا، شارك معهم في الدوري الاوروبي وفي بدايه الموسم مع في الدوري اليوناني، ساب الفريق في وسط الموسم وراح اتراميتوس اعاره تاني، خسر انه يكون موجود في التتويج ببطوله الدوري وبطوله الكاس، وده كان حدث تاريخي بالنسبه للنادي. فاتمنى انه الفتره الجايه تكون احسن، وانه يقدر كمان ياخد بطولات ويكون زيه زي بقيه العناصر اللي موجوده في منتخب مصر بشكل اساسي. اللي خلاه باوك وراح اتراميتوس، هو كان خلافات مع المدير الفني راسفان لوشيسكو، عمرو شويه شايف ان هو احسن لعيب في اليونان، اخذ جوائز باستفتاءات الجمهور ورابطه اللاعبين المحترفين هناك، ده حقه، لعيب يعني سعيد بانه بيحقق مستوى كويس في الدوري اليوناني، وعمرو عمل اسم كويس جدا في الدوري اليوناني، لكن انا شايف انه ما ينفعش مهما كنت انت لعيب كبير انك تختلف مع المدرب بتاعك، المدرب بتاعك كمان انه كان بيلعبك، انه انت في النهايه كنت موجود في الملعب، انت مش مستبعد، انت مش خارج الحسابات، وده درس لكل اللعيبه، انت لازم تحترم مديرك الفني، مديرك الفني هو اضرب مصلحه فريق واضرب مصلحتك انت، لانه لو ما كانش عايزك ما كانش رجعك من الاعاره، لان انت كنت معار السنه اللي فاتت. بس اكيد نتمنى كل التوفيق لورده سواء في مسيرته الاحترافيه او حتى كمان مع منتخب مصر خلال المرحله الحاسمه المقبله، لكن التجربتين كانوا كويسين ومؤهلين لمنتخب مصر بشكل قوي ان هو ينافس على البطوله من وجهه نظري. انا شايف ان هو التجربتين في الاطار المنطقي لاعداد منتخب مصر لبطوله امم افريقيا، لانه هو الغرض الاساسي من التجربتين الوديتين قبل البطوله، وكمان قبل البطوله بفتره قليله، انت كان باقي خمس ايام بعد ماتش غينيا على البطوله بالظبط، هي التجربه كان الغرض منها ان انا بجرب اللعيبه، بدي الفرصه لكل اللاعبين، فاجري نجح في ده يعني هو ده الهدف الاساسي. لكن الناس كانت متضايقه من الاداء قدام تنزانيا، شايفين ان تنزانيا منتخب متواضع على انه يتعب منتخب مصر بالشكل ده، وانه الاداء ما كانش على المستوى. لكن لو راجعنا تصريحات كابتن هاني رمزي مدرب المساعد لمنتخب مصر بعد مباراه تنزانيا تحديدا، هو قال احنا بدانا المباراه بتكتيك بخطه معينه ورجعنا غيرناها، بدانا 4-2-3-1 رجعنا غيرنا ل 4-3-3 ثم 3-4-3، فهو دي مرحله تجربه للاستقرار على الشكل النهائي، فهو ادت الغرض منها. وشايف في منتخبات تانية كتير، المغرب خسر من زامبيا وخسر ماتش ودي تاني برضو بالزبط. اعتقد كمان منتخبات الجزائر برضو الاعداد ما كانش يعني النتائج في الوديات ما كانتش على المستوى اللي الجمهور مستنيه، وحملت انتقادات كتيره من الصحف الجزائريه لمستوى المنتخب الجزائري، لكن في النهايه هي مرحله تجربه للمدير الفني. طيب كلام كتير بقى على التشكيل، كلام كتير جدا، خلينا نبتديها بحراسه المرمى والمعلومات اللي وصلنا لنا ان في خلاف يعني في صالح المنتخب ما بين مستر اجيري واحمد ناجي فيما يتعلق بالحارس الاساسي لمنتخب مصر. مستر اجيري عايز محمد الشناوي، كابتن احمد ناجي عايز احمد الشناوي. رؤيتك للمركز ده بالتحديد ومن الافضل ليقود منتخب مصر كحارس مرمى في بطوله الامم الافريقيه؟ يعني هرجع شويه للسنه اللي فاتت قبل كاس العالم 2018 في روسيا، انا كنت برضه في انترفيو في التلفزيون وقلت انه الاقدر بحراسه مرمى منتخب مصر هو محمد الشناوي. تمام. في وقت كان كله بيتكلم هو اللي هيكون موجود. اعتقد انه برضه نفس الراي انه الاقدر بحراسه مرمى منتخب مصر في امم افريقيا اللي جايه هو محمد الشناوي، واعتقد انه القرار في النهايه هيكون لمستر اجيري. اعتقد انه كابتن احمد ناجي من احسن مدربين حراس المرمى اللي موجودين، مجهز حراس المرمى اللي معاه بشكل كويس قوي، واعتقد انه في النهايه هو قرار المدير الفني، هو التسلسل كده هيتناقشوا لصالح المنتخب، كل واحد هيعرض وجهه نظره، لكن اجيري صرح اكتر من مره ان هو المسؤول الوحيد عن التشكيل اللي بيظهر في الملعب وقت المباراه. طيب هل نقدر نقرا التشكيل من خلال مثلا التجربه الوديه الاخيره امام غينيا، نقدر نقول لان خلاص في ثبات على تشكيل وملامح للتشكيل محدده من قبل مستر اجيري خلال المباراه الاولى امام زيمبابوي؟ اعتقد ان هو التشكيل نفس التشكيل اللي اعتمد عليه في كل المباريات الرسميه اللي كانت موجوده قبل كده. يعني مباريات التصفيات نفس التشكيل اللي بيبدا بيه هو اللي هيبدا بيه، مفيش تغيير كبير، هيكون محمد الشناوي في حراسه المرمى، برده رباعي الدفاع هيبقى احمد حجازي، ايمن اشرف، احمد المحمدي. مين بقى اللي جنب حجازي؟ اللي جنب حجازي هي دي اللي عليها الخلاف. اعتقد انه باهر المحمدي هيكون اقرب شويه للمشاركه.
ليه بقى؟ يمكن ما كانش في قناعه تامه عند الجهاز الفني بامكانيات محمود علاء، رغم انه مدافع كويس جدا، قدر انه كمان يحقق رقم كويس كتسجيل اهداف مع نادي الزمالك في الدوري، لكن في النهايه المنتخب بيدور على الانسب بالنسبه لرؤيه الجهاز الفني والطريقه اللي هتخدم او اللعيبه اللي هتخدم الطريقه اللي عايز يلعب بيها. فاعتقد ان هو هيبقى فيه ممكن خلاف شويه على المركز ده، لكن اعتقد انه باهر المحمدي ممكن يكون اقرب، لانه كمان يعني اجر يعتمد عليه بشكل اساسي رغم صغر سنه، هو موهبه كويسه في النادي الاسماعيلي واعتقد ان هو هيكون موجود. لو اتكلمنا في نص الملعب هو طارق حامد ومعاه محمد النني. الرباعي اللي في الهجوم او نتكلم عن الهجوم، اعتقد ان مروان محسن هيكون اساسي في خط الهجوم ده كفيرويد. بالظبط هيكون مروان محسن. لو اتكلمنا عن محمد صلاح مفيش خلاف على محمد صلاح، ولا يقعد احتياطي يعني ما اعتقدش. يعني اذا كان احنا يعني انا كاتب مقال النهارده عن دفعه محمد صلاح، هو دفعه محمد صلاح هي اللي شايله منتخب مصر دلوقتي. يعني لما نشوف النني، لما نشوف صلاح، حجازي، لعيبه دفعه واحده. الدفعه دي واللعيبه الشباب اللي جم بعدهم هم دلوقتي القوام الاساسي للمنتخب، وده شيء مبشر لمنتخب مصر بعد كده. اعتقد انه عبد الله السعيد قد يكون له دور مع المنتخب في أمم أفريقيا، لكن يعني أنا شايف أن وليد سليمان يستحق أن يكون في التشكيل الأساسي. الأساسي أعتقد أن وليد سليمان عنده خبرات، حتى وإن ما لعبش في التشكيل الأساسي أنه لابد يكون له دور في المباريات. على فكرة وليد سليمان الناس ظلماه في جزئية المنتخب. وليد سليمان هو لعيب دولي ولعب منتخب كتير وأخذ خبرات كبيرة دوليا مع منتخب مصر من أيام جيل حسن شحاتة. فأعتقد أنه من الظلم أن الناس تتكلم على وليد سليمان وكأنه ضيف شرف في معسكر منتخب مصر. ده مش طبيعي. بقيت التشكيل تريزيجيه خلاص، اعتقد تريزيجيه اساسي. ما احنا في لعيبه ما فيش خلاف عليهم، تريزيجيه اساسي، صلاح اساسي، اعتقد مروان. الخلاف ما بين بقى عبد الله السعيد، عمرو ورده لو هيكون له مهام في الجانب ده حسب رؤيه اجري لسير المباريات، لانه كمان المجموعه بتاعتنا مش سهله عكس ما الناس متصوره. احنا لنا الافضليه، بنلعب على ارضنا والجمهور هيكون ورانا، لكن زيمبابوي متاهل لامم افريقيا او المجموعه. كونغو الديمقراطيه كانت معانا في تصفيات كاس عالم وكانت موجوده في المجموعه مع زيمبابوي كمان. وأوغندا منتخب جيد وعنده مدرب خبير ودارس الكره المصريه كويس، وهو صرح بده كمان. طيب شايف البدايه مطلوب ايه من لعيبه النادي، او عفوا لعيبه منتخب مصر في اول مباراه امام زيمبابوي، خصوصا البدايه دايما بتبقى مهمه جدا، الرساله اللي انت حابب تقولها او اللي مطلوب من لعيبه منتخب مصر في هذه المباراه؟ انا اعتقد انه الدور مش هطالب اللعيبه بيه قد ما هطالب الجهاز الفني واتحاد الكوره ارفعوا الضغوط عن اللاعبين. لابد، وحتى الجمهور، احنا لازم نرفع الضغوط عن اللعيبه، لان ضربه البدايه هي اساس تحقيق البطوله ان شاء الله. اعتقد انه مباراه زيمبابوي مش هتكون سهله، لكن الافضليه لمنتخب مصر، العناصر بتاعتك اقوى بكتير من عناصر منتخب زيمبابوي. هما بيحاولوا يتطوروا ويظهروا على الساحه الفتره اللي جايه. اعتقد انه ضربه البدايه انك تكسب، وتكسب باداء مقنع للجمهور وللخبراء وللناس اللي بتتابع البطوله، وتدي جرس انذار كده لباقي المنتخبات اللي موجوده في البطوله، علشان الادوار ان شاء الله لما نتاهل للادوار الاقصائيه في طريقنا للنهائي باذن الله، يبقى انت واضح من المباراه الاولى ان انت هدفك انك تحقق الكاس. ده اكيد هيكون شيء مهم جدا بالنسبه لمنتخب مصر، وبدايه ان شاء الله باذن الله تكون قويه. بالتحديد بقى بخلاف الجانب الفني وبخلاف استعدادات المنتخب، وان شاء الله يكون التوفيق حليفهم بكل تاكيد، عايز اتكلم على التجهيزات الخاصه ببطوله الامم الافريقيه نفسها، والملاعب والمظهر الرائع اللي احنا شفناه للاستادات اللي هتستضيف المباريات في بطوله الامم الافريقيه. تعليقك على الاستعدادات الواضح ان هي كانت بشكل قوي جدا في فتره زمنيه قليله جدا. برضو هرجع للمقال بتاع النهاردة دي. بطولة الدولة، وعايزين نثبت في النهاية اننا دولة البطولة فعلا. حلو حلو. احنا بنتكلم على وقت قياسي لتجهيز ملاعب كانت اصلا مهملة في الفترة اللي فاتت. لان احنا عندنا ظروف مسابقة الدوري، ان بنلعب على ملاعب محددة قليلة، ما كانش فيه صيانة بشكل كبير لبعض الملاعب. استاد القاهرة كان محتاج صيانة كتير جدا، تجهيزه بالشكل الرائع اللي احنا شفناه في الصور وبيتعرض كل يوم في تغطية قناة النادي الاهلي للبطولة الافريقية، اعتقد انه تطور مبهر. اعتقد كمان انه اللجنه المنظمه ومدير البطوله الكابتن محمد فضل الحقيقه بذل مجهود كبير قوي بصراحه، خرافي. من بدايه تكليفه بالمهمه مع المجموعه اللي شغاله معاه. على فكره كمان يمكن فضل ما بيشتغلش لوحده، ومعاه مجموعه من المساعدين شباب صغيرين كلهم واعدين جدا، منهم حسام الزناتي برضو عامل شغل هايل في البطوله الحقيقه. انا شايف ان البطوله كتجهيزات ملاعب هي هتسيب لنا 6 استادات
على اعلى مستوى للفتره اللي جايه، لانه كمان خلي بالك ان احنا هنستضيف تصفيات الاولمبياد هنا امم افريقيا للشباب تحت 23 سنه في نوفمبر اللي جاي. فاعتقد ان هيبقى عندنا مفيش بقى تعب، اللي هيجي يشتغل بعد كده هيلاقي الاستادات جاهزه، هيلاقي التجهيزات موجوده، ملاعب التدريب على فكره من الحاجات اللي لازم نلقي الضوء عليها. فعلا اتجهز يعني 24 ملعب تدريب لكل المنتخبات المشاركة، كل منتخب له ملعب تدريب خاص بيه على أعلى مستوى، الأرضيات اتظبطت، كان في نوع من الاهتمام الكبير بغرف خلع الملابس، بالطرقات، بدورات المياه، كل اللوجيستكس الخاصة بالبطولة كتجهيزات أعتقد أن بذل فيها مجهود رائع ويعني يستحق عليه الإشادة. إزاي نقدر نبني لما هو بعد من بطولة الأمم الأفريقية بخصوص البنية التحتية بالتحديد واللي بتظهر بشكل كويس جدا وهنشوفها بشكل أوضح كمان على مدار البطولة، إزاي نحافظ على البنية التحتية دي عشان نشوفها كمان بالشكل ده في البطولات المحلية والبطولات الدولية اللي بيشترك فيها أهلي زمالك أي فريق مصري؟ أعتقد أنه الدور على الجمهور أولا، الجمهور لازم يحرص على الاستاد زي بيته بالظبط، أنت داخل الاستاد عشان تستمتع وداخل تشجع منتخب بلدك، فأعتقد أنه لازم نحرص على الملاعب بتاعتنا، لأنه كمان الفلوس اللي اتصرفت عليها كتير والمجهود اللي بذل من كل الناس في الموضوع ده كان كبير جدا، ودور الجمهور أنه يروح ويستمتع وعايز يشجع منتخب بلده ويشوفه بيكسب وبيحقق نتائج جيدة. ده جزء. الجزء الثاني منظومة الصيانة هي أهم ما في الموضوع، أن أنت تهتم بصيانة الملاعب اللي تم تجهيزها حتى ملاعب التدريب، لأن ملاعب التدريب دي بعد كده هيقام عليها مباريات كتير سواء في الدوري الممتاز به أو في الدوري الممتاز. أعتقد أنه ده يعني مكسب لكل المسابقات المحلية، لكن أرجع أقول لك أنا لقطات الملاعب بالظبط، لكن أنا كمان محتاج انتظام في مسابقة الدوري. صح، ما هو ده الأساس بصراحة، علشان حتى لما يبقى عندي التجهيزات والبنية التحتية دي أعمل عليها مسابقة تستحق وقيمتها تزيد. صح. أنت بتدور على تعظيم قيمة المنتج بتاع الكرة المصرية، ووزع المباريات على الملاعب كلها عشان ما يبقاش فيه إجهاد على ملعب معين فبالتالي ما تلاقوش في المناسبات المهمه. بالظبط، احنا شفنا اللي حصل في ملعب برج العرب في فتره من الفترات، لانه الملعب تحمل اكثر من طاقته بكثير في فتره من الفترات. فاعتقد انه لا، الصيانه مهمه، اهتمام الناس نفسها بان هي تحافظ على الاستادات ده هيبقى، يعني شفنا كمان مبادرات في الموضوع ده انه استادات نظيفه وانه يكون يعني في حفاظ على البنيه التحتيه، واتمنى ان ده يحصل باذن الله. من الفائز الأكبر من تنظيم مصر لبطولة الأمم الأفريقية؟ هل هو الاتحاد الأفريقي؟ ده مكسب بالنسبة له. سؤال حلو قوي يا أمير، سؤال والله بجد سؤال حلو قوي. أعتقد أن الفائز الأول من نجاح تنظيم البطولة، وده اللي هيحصل بإذن الله وكلنا ثقة في الدولة وفي اللجنة المنظمة جمهور مصر كمان أن البطولة هتنجح وهتبقى على مستوى عالي، الفائز الأول هو الاتحاد الأفريقي. الاتحاد الأفريقي بيواجه أزمة عنيفة طبعا هزته بالتحقيق مع أحمد رئيس الاتحاد في فرنسا على هامش الكونجرس في باريس، وانه في شبهات فساد في الموضوع، والفيفا اصدر بيان في الشان ده، ويمكن كمان بعدها بايام قليله كان في حوار لانفانتينو على ليكيب الفرنسيه واتكلم في النقطه دي تحديدا، قال احنا جاهزين نتدخل ونتحمل مسؤوليه التغيير في افريقيا، وقال نتمنى نجاح البطوله. فهو واضح انه الكلام مترتب قوي، انه لو في لا قدر الله مشكله عند الاتحاد الافريقي، مش عند مصر، عند الاتحاد الافريقي في البطوله، فهيكون في تغيير، والتغيير ده هيكون في الفيفا. لمح بكلمه وقال انا طلب مني من رؤساء اتحادات محليه في افريقيا ان انا اتدخل في الموقف. صح. فده جزء. الجزء الثاني طبعا الخبر بتاع النهارده انه السكرتير العام للفيفا فاطمه سامورا يا سنغاليه ان هي هتبقى على راس لجنه مشرفه ماليا على الاتحاد الافريقي لمده 6 شهور الفتره الجايه، ده شفته على موقع غانا ويب. برضو بيقول ان في تحركات وانه البطوله الافريقيه ممكن هي اللي تعمل نوع من الاستابيليتي في الكاف الفتره اللي جايه، او انه يكون في هزه عنيفه تانية للهيكل الاداري بتاع الاتحاد الافريقي. فاعتقد ان الاتحاد الافريقي هو هيكون اكبر المستفيدين من نجاح البطوله وخروجها بشكل رائع. لكن حتى باذن الله لما البطوله تخرج بالشكل اللي احنا كلنا بنتمناه، هل في نسب كبيره لبعض التغييرات في الاتحاد الافريقي؟ اعتقد ان التغيير في الاتحاد الافريقي قادم، لانه الارتباك العنيف اللي احنا شايفينه في اخر 3 أو 4 شهور في الاتحاد الافريقي اداريا جوه مش منطقي، في توغل لاطراف معينه، سيطره على الادارات، في قرارات بتتاخد بشكل منفرد، شفنا مهزله نهائي دوري ابطال افريقيا اللي فاتت وكانت مهزله عالميه طبعا. ولسه ما فسدتش وممتده وفي نفس الوقت برضو كله كل الناس في الاتحاد الافريقي بتعول على امم افريقيا ان هي اللي تغير الصوره وهي اللي هتجمل صوره الكره الافريقيه، تعمل نوع من الاستقرار شويه عند الاتحاد الافريقي، لانه
تصريح إنفانتينو الصريح والمباشر بأنه وضع الكرة الأفريقية مقلق بسبب الكاف ده مش حاجة قليلة، والبيان اللي أصدره الفيفا في أنه لو في شبهات فساد عند أي حد هيتم التعامل معاه برضو دي مش حاجة قليلة. فأعتقد أنا أتمنى بالنسبة لي أنه يكون في نجاح للبطولة في مصر، وده اللي هيحصل بإذن الله، وده اللي كلنا أصلا بندور عليه. لكن فيما يخص الاتحاد الأفريقي ده ملف كبير جدا، أعتقد أن التغيير قادم، والتغيير ده هيكون مهم لأنه في النهاية ده مستقبل الكرة الأفريقية كلها. ما ينفعش أنه يبقى فيه اختلال لموازين القوى داخل الاتحاد الأفريقي. أنت مش بتدور على أنك تعمل مراكز قوى جوه الكاف، لا، أنت بتدور على أنه كل اتحاد محلي ياخد حقه، كل نادي بيشارك في بطولات الكاف ياخد حقه، ما يبقاش فيه شبهات على كل حاجة. أنت بقى عندك كل ماتش في دوري أبطال أفريقيا عليه فيلم، عليه فيلم وعليه قصة، وبدأت في مستندات كتير اتنشرت في وقائع فساد أو شبهات فساد، عشان ما نبقاش إحنا بنتهم، شبهات فساد في الكاف طول الفترة اللي فاتت، منهم مستند نشرناه في بوابة أخبار اليوم. فأعتقد أنه الفترة اللي جاية بعد بطولة أمم أفريقيا هيكون فيها نوع من الحراك داخل الكاف، لأنه كمان لو بصينا الخبر بتاع فاطمة سامورة والإشراف المالي على الكاف الفترة اللي جاية ده لمدة 6 شهور، 6 شهور مش مدة قليلة، معناه أن في مراجعة لكل التحويلات المالية ومراجعة لكل الأمور داخل الكاف، كلها مؤشرات وإحنا بنتابع. طيب عشان نقفل ملف بطولة الأمم الأفريقية، من وجهة نظرك بترشح مين للوصول للمربع الذهبي لهذه البطولة من المنتخبات المشاركة؟ خلينا نقول الترشيحات منتخب مصر طبعا ان شاء الله، منتخب السنغال، منتخب المغرب، منتخب الجزائر. الجزائر شايف الجزائر منتخب قوي؟ منتخب الجزائر المره دي منتخب قوي، رغم ان الضوء مش مسلط عليه زي زمان. عشان كده بسألك، كان قبل كده الضوء بيبقى مسلط على الجزائر وفي ضغوط عنيفه على المنتخب الجزائر قبل ما يشارك في البطوله، وبالتالي كانت النتائج بتيجي عكسيه. لكن لو تلاحظ في النسخه دي مختلف. في النسخه دي مفيش اي اهتمام اعلامي قوي زي زمان بمنتخب الجزائر، رغم ان العناصر اللي موجوده في منتخب الجزائر قويه جدا، وعلى راسهم طبعا رياض محرز طبعا. واعتقد انه لو اتكلمنا عن القوة دلوقتي اللي موجودة على الورق وعلى أرض الواقع، هم الأربع منتخبات اللي ذكرناهم. المغرب عندهم استقرار فني حتى لو حصل مشاكل في المعسكر، لكن في النهاية هم عندهم مدير فني قوي جدا خبير بالبطولة، أخذ البطولة دي مرتين وعنده طموح أنه يحققها للمرة الثالثة، هيرفي رونار المدرب الفرنسي الشهير، خدها مع زامبيا ومع كوت ديفوار بالضبط. يعني وده إنجاز كبير جدا طبعا. أنت مع منتخب زامبيا تاخد البطولة، منتخب كوت ديفوار بعد فترة سنين صعبة عليهم يوصلوا نهائي وما يكسبوش. كمان لو اتكلمنا عن السنغال، أليو سيسي مستقر طبعا. فنيا جدا، مدرب واعد جدا 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 جدا، وعنده طموح انه يعمل حاجه لمنتخب بلده، وتخطى على فكره صعاب كتير الفتره اللي فاتت. يعني الحاج ضيوف في منافسه بينه وبين أليو سيسي طول الوقت، وبيحاول يحط له عراقيل. ويمكن لو فاكر حصل تسريبه كده غريبه غير منطقيه ان حسام حسن هيدرب منتخب السنغال، ده كان بسبب خلاف ضيوف مع أليو سيسي، لكن والله مش منطقيه اصلا، كان السبب كده بالظبط، مش منطقيه اصلا. تمام. يعني أليو سيسي مستقر وصعد كاس عالم وصعد امم افريقيا، يعني عايز تجيب ده، عايز تعمل تغيير فني ليه؟ تمام. طبعا غريب. اعتقد ان منتخب مصر طبعا عشان الارض والجمهور، وان انت عندك احسن عناصر موجوده ولاعيبه من الافضل على مستوى العالم زي محمد صلاح، ولاعيبه محترفين على مستوى قومي. اعتقد كمان لو اتكلمنا عن منتخبات اللي بقى بتتاهل لاول مره، ارشح انه يبقى فيه اكيد مفاجاه من منتخب منهم على الاقل، موريتانيا، بوروندي، مدغشقر. اعتقد انه موريتانيا مرشحه انها تتخطى الدور الاول، انا ده في تقديري ايجابيا انها تتخطى دور المجموعات، هيكون امر مفاجئ طبعا للكل، لكن انا شايف انه في تطور في مستوى كل المنتخبات، حتى بوروندي على فكره. منتخب بوروندي عنده لعيبه عندها لياقه بدنيه وبنيان قوي جدا، وشفت لهم ماتشات وديه الحقيقه بيأدوا بشكل كويس. طيب بالتحديد عايز اسال عن مصر، هل انت متفائل ان شاء الله المنتخب ياخد البطوله، ولا متشائم زي البعض او كميه كبيره من الشعب المصري للاسف متشائم؟ لا لا لا، انا متفائل انه منتخب مصر لازم يوصل للادوار الاقصائيه، او على الاقل يكون في السيمي فاينل. يعني كويس. الفاينل دايما له حساباته، يعني احنا صعدنا الفاينل النسخه اللي فاتت في الجابون بالزبط. قدام الكاميرون، وكانت الكاميرون بمنتخب من المغمورين، ودي حقيقه، شباب كلهم صغير. ممكن لو سالت حد زمان، لو كنت منتخب 2002 مع وينفريد شايفر المدرب الالماني، عارف باتريك موبوما، عارف سامويل ايتو، عارف مارك فيفيان فوي الله يرحمه، عارف جيرمي، عارف سونج، كانت كلها لعيبه الجمهور المصري نفسه متابعها، رغم انه ما كانش فيه سوشيال ميديا زي دلوقتي. لكن تعالى اسال على منتخب الكاميرون النهارده وقول لي اسم 10 لعيبه في منتخب الكاميرون، هتلاقي الناس كلها مش مهتمه انها تعرف، لانه لعيبه صغيره. حتى انا كان ليا حوار مع باتريك سوفوم ونجم منتخب الكاميرون في 2002 اللي خد البطوله، قال لي انا شايف المنتخب الكاميرون دلوقتي مش هياخد البطوله،
مش مرشح قال لي مش مرشح قال لي لكن ممكن يتخطى طبعا الدور المجموعات لكن انا شايف انه مش ده المنتخب اللي يقدر ياخد البطوله فاعتقد منتخب مصر لا لازم ينافس على البطوله على الاقل يوصل سيمي فاينل وانه كمان يعني الفاينل هتبقى حساباته مختلفه جدا لكن ان شاء الله البطوله تكون من نصيب منتخب مصر مصر ان شاء الله قادر ان هي تحقق اكيد باذن الله اكيد طب سريعا عايز اتكلم على الكره العالميه واستغل تواجدك معايا واتكلم بالتحديد في الاخبار على الساحة العالمية وفيما يتعلق بانتقال بعض اللاعبين من النادي ده للنادي ده وبالتحديد نيمار والكلام كتير على عودته لبرشلونة بول بوجبا بعد ما أعلن أنه هو خلاص هيسيب مانشستر يونايتد هل الاتجاه هيكون ريال مدريد ولا يوفنتوس يعني دول أبرز صفقتين بخلاف كيليان امبابي نجم بي اس جي اعتقد انه موضوع نيمار انه خلاص هو واخد قرار نهائي بالرحيل عن باريس سان جيرمان وكمان تصريحات نصر الخليفي بتقول انه هو العلاقه انتهت بين نيمار وباريس سان جيرمان اعتقد ان نيمار اخطا بشكل كبير جدا في قرار الرحيل عن برشلونه والرجوع مش هيبقى سهل ما اعتقدش انه الرجوع هيبقى سهل لكن وارد لكن وارد طبعا لانه كمان برشلونه محتاج طبعًا. نيمار ده جزء اعتقد انه لا تثق في لعيب وكيله مينو رايولا يعني لا تثق في اي لاعب وكيله مينو رايولا فممكن بعد كل اللي بيعمله بوجبا ده انه يكمل في مانشستر يونايتد عادي كمان ممكن وارد جدا زي ما حصل مع دوناروما ومع ديليخت كمان بالظبط وماتياس ديليخت في اركس لانه هو مينو رايولا ما تقدرش تاخد منه كلمه طبعا. ولا تثق في كلامه وكان موقوف على فكره وكان موقوف وترفع الايقاف كمان يعني تدخل وترفع الايقاف مبابي اعتقد انه الافضل انه يروح ريال مدريد الافضل لنا كلنا بصراحة. اعتقد انه ريال مدريد دلوقتي بيشكل فريق احلام جديد واعتقد ان هو الاقرب انه يكون موجود استاذ عمر بنوبي بصراحه يعني انا اتمتعت جدا بتواجدك معايا النهارده وبشكرك شكرا جزيلا حبيبي انا بشكرك ويعني شرف ليا ان انا كنت موجود على قناه النادي الاهلي شرف لينا طبعا كان معانا ضيفنا العزيز وصديقنا العزيز استاذ عمر البنوبي الناقد الرياضي بوابه اخبار اليوم وكان حديث ساري جدا بالمعلومات الكتيرة جدا وهو أكيد قامة صحفية مميزة حتى لو هو صغير في السن بس مميز جدا في معلوماته ومتابعته كل الأحداث الرياضية في مستوى العالم بشكل كامل فبشكره أكيد شكرا جزيلا دي كانت حلقتنا من كلام في الميديا النهاردة استنونا بكرة إن شاء الله وحلقة في نفس الميعاد إلى اللقاء